والله شفت اتفرجت في مقابلة الضيابة بتاع الجيش الملكي والفريق، بقول الحقيقة على اللي كونديسيون لعب فيها الجيش الملكي، وشفنا اللي فما أخطاء من تحكيم الفريق. ديما الديربي يكون خير ما اللي كونديسيون يكون خير، ما الأرضية الميدان تكون خير. صحيح انتصر الجيش الملكي في الذهاب، لكن كما احنا عندنا نقايص هو عنده نقايص، احنا عندنا ايجابيات هو عنده ايجابيات، لكن من هنا الوقت نحاول نصلحه. ما ننساوش اللي في المقابله جاء نجموش نخلطوا لاعبي ولا اثنين نعملوا لهم دايروا لهم كونترا، ما ننساوش اللي عندهم لاعبين نجموا يكونوا موجودين ان شاء الله. ما المقابله بتاع الجيش الملكي سان ديربي لا لي ما ننساوش اللي هو في سوسة، هذا موضوع مهم لنا احنا ان شاء الله. من هنا المقابله دي اول حاجه اللي تتفضيل تاع الملاعبين تكون ممتازه. ما ننساوش اللي عملنا ماراثون تاع مقابلات في البطوله التونسيه، زاد هذاك لازم نقراو حسابه، وان شاء الله من هنا المقابله هذيك نحضروا المقابلات كما يلزم. واهم حاجه كما قلت لك اللي تتفضيل كما اليوم مثلا المقابله تاع اليوم ما خسرناش اللاعبين الاثنين الكارتونات زاد كيف ما ننساوش مقابلة الذهاب عندنا ملاعبين خذوا دي كارتون اليوم وريتمون ما خذوش دي كارتون، وان شاء الله من هنا المقابلة الجاية لكل حد من الحديث ان شاء الله. المدرب المساعد سيف غزالي، بسم الله. أول حاجة مبروك علينا الترشح هذايا، ما هي إلا خطوة الأوبجيكتيف نتاعنا اللي هو توا ليفول، قاعدين نمشيو في الكومبيتيسيون هذيا خطوة بخطوة. الخطوة الأولى عملناها اللي هي ترشحنا ضد فريق سانتينا، المقابلة ما كانش سهلة في دي كونديسيون اللي هما أول حاجة الميتيو نشوفوا السخانة، والحقيقة كان جا عندنا الأدوار الكاشفة ممكن كنا نجم نعرف الليل مالوريزمون كان نجم المقابلة تكون خير من اليوم. مقابلة الذهاب صحيح انتصرنا في بلاش، لكن حاولنا مع اللاعبين باش نحكيو معاهم باش ننسوا مقابلة الذهاب، نركزوا في المقابلة هذه. نعرفوا فريق سانتينا جاي باش يلعب بلوتو كور لوتو وباش يحاول يعوض نتيجة الذهاب، هذاك علاش المقابلة كانت على المستوى النفسي والتحضير النفسي كان مهم جدا لنا، خاصة بعد المقابلة اللي لعبناها في منطقة البطولة ضد برنامج بيجي، وشفنا اللي فما شوية تعب اللي ظهر على الملاعبية زاد كيف اليوم في المقابلة فما تغيير صار في التشكيلة الأساسية اللي هو خروج من جبالي دخول أسامة عبيد. أسامة ظهر في التمارين اللي هو حاضر، ومالوريزمون أمين زاد كيف عمل مقابلات محترمة وعمل برشا فور مقابلة ميلان بعدك نعم، ومقابلة سانتينا ديبلاسمون بعدك عندك بيجا ممكن فما شوية تعب، شفنا المصالح باش يكون أسامة موجود اليوم. بعد شفتوا التغييرات بريسك بوست بوست، بعد حاولنا باش نغيروا على مستوى حتى التمركز تاع اللاعبين كيما خروج يوسف العبدلي ورافي بشكل أبسط، يعني حاولنا باش نلقاو الحلول اليوم، وخممنا حتى على الحاله البدنيه تاع اللاعبين، والحمد لله هنا بيا جارين وتر ماتش اللاعبين ما قصروش في مقابلة اليوم، فما برشا سكريفيس وهذا مهم جدا. المونتال كان موجود للاعبية بالرغم من الحرارة تحصل فما شوية تعب الحقيقة اللي قاعدين نحاولوا مع الإطار الطبي مع لي بريباراتور باش نلقاو معناها لي ميور كونديسيون باش اللاعبية ريكوبير بيان، والحمد لله. شكرا على المسألة.